السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ، عندنا أحد المحسنين قام ببناء مسجد وأقام إماما على حسابه، لكن هذا الإمام لم يتمكن من جعله إماما رسمي، وهذا الإمام من حفظ كتاب الله ويعمل في الجماعة الخيرية عندنا، ولما راجع لأن يكون إماما رسمي في الأوقاف قالوا إنه لا يحصل الآن في هذا الوقت، ولكن هناك طريقة أنك تقدم باسم سعودي آخر، فهل يجوز أن هذا العمل يعني يكون محل السعودي ويتفق ما بينه على ما يتفق وياه يعني؟ وجزاك الله خير. أنا بسألك، هل هذا كذب أو صدق؟ هذا كذب. نعم، هذا في الظاهر كذب يا شيخ. وفي الباطن؟ الباطن هذا يعني إذا كانت الجهات مسؤولة يعني هو كذب على كل حال، والجهات المسؤولة التي قالت لك ظلمت نفسها وظلمتك وخانت الدولة، لأن يعني الواجب على المسؤول أن يمشي على ما رسم له، وإذا كان لا يعجبه فلنبذه أمام المسؤول الذي فوقه ويقول أنا لا أتحمل هذا، أنا بوظف كل إمام أصبح سواء من السعوديين أو من غيرهم. أما كونه يخادع ويكتب في المحاضر باسم سعودي والحقيقة أنه غير سعودي، فهذا فيه خيانة للدولة وكذب وأكل للمال بالباطل. نعم، فلا يجوز أبدا أن الإنسان يتستر فيكتب الوظيفة باسم غيره لأجل أن يأخذها هو.